بزاف. لا تفضل. انا هي الحكايه اللي تري سامبل، فما معناها احنا نقتني لي سكوبلو هذوما العقارب للتطوير وتصنيع معناها سيروم اللي هو يداوي جوستومون التعكرات اللي كانت تحدث عند الناس اللي تقسم العقارب بين فيهم الاطفال الى اخره. وهذه معناها واجب، وهذه معناها احنا فخورين بقدرتنا لتصنيع النوع هذا من الادويه البيولوجيا، واحنا من النادرين في افريقيا اللي يصنعوا الحاجات هذه. دونك ثم معناها ابارامون ثم في البلاد التونسيه دي جروب وناس صغار يستعملوهم باش يلموا العقارب الكل، مش يلموا التفطير معناها. مي ثم الظاهره هذه روبورتاج تاعنا كيف شفت بعد الحكايه، قالوا لي روبورتاج تاع فرانس 24 ليه 7 سنين توا اللي يحكي على الحكايه هذه. دونك ils font le lien entre le fait de ramasser ou quand les enfants ramassent ils s'exposent da khatrou ma yafouch ينجموهم بدهم يتقرصوا etc. et le fait que nous on l'utilise pour fabriquer des choses. الحل اللي نحب نقوله سي تقول لي والله احنا احنا نستعملوا عن طريق معناها شركات وعن طريق ان كاي دي شارج بريسي والكاي دي شارج نكتبوا فيه معناها لي بروسيدور بريفونتيف اللي الناس لازم يستعملوهم ويتمكنوا بهم باش ما تصيرش جوستومون دي ريسك بارتيكولي للناس اللي يلموهم. واحنا عندنا تعاقدات كاي دي شارج كتغاضب ما عندنا حتى علاقه. دونك المراه اللي تكلمت عن الجمعيه هذه، الجمعيه هذه اسمها منظمه الحمايه الدوليه لاطفال البحر الابيض المتوسط. شكون تجي تقول ديريكت تقول واحد بسور يخدم في الصغار باش يشدوا له في العقارب ويدرى شنو هو باش يصنع يعني السيروم. دونك احنا ما نبيعوش العقارب دابور، احنا نستعملوهم لحاجتين. انا قلت لك تطوير الادويه، ما ايضا ثم ابحاث وثم ابحاث ورات نتائج زاد في معناها ما في كيفاش قلنا لا كومبريونسيون تاع لا كومبوزيسيون دي فان اكسترا دونك باش نحكيو عليهم توا. وايضا التطوير هذا دونك واحنا ما عندنا حتى علاقه بهذا. دونك النوزاكيوز غراتويتمون اللي احنا اللي نخدموا في الصغار، الحاجه اللي كي نوبلاس واللي معناها فريمون واحد سي كو دابور ما كلمتناش تطلبوا الجمعيه هذه نعطيوها معلومات وحتى نتفاعلوا معاها. الحاجه الثانيه سي كو احنا نتفاعل مع المجتمع المدني ومع الجمعيات، وعندنا عدة جمعيات اللي خرجين في واحد تسكر وحدات تاع الأطفال اللي عندهم أمراض ديفيسيتيه والجمعيات العلمية ثم دون كوا اللي هما موجودين في تسكر، وإحنا منفتحين وعندنا مسؤولية مجتمعية نحبوا نطوروها. جينا هكا تقول لك لي أنتم تخدموا في الزهر، معناها أني كونتراديكسيون كومبليت مع النوايا نتاعنا مع التصورات نتاعنا مع الاستراتيجية نتاعنا، وهي غلطة. دونك سامزا أنتو فقط باش نقول حاجة بروفيسور باستور، ساعة نذكر الناس اللي الانستيتو باستور اللي هو من المنتجي القلائل في افريقيا اللي يخدموا على السيروم هذا. دونك ديجا سي اون فيغتي انو الانستيتو باستور نتاعنا في تونس يعمل هذايا. وانتم قلتوا اللي الاتهامات هذه اللي متوجهه الانستيتو باستور اتهامات مشبوهه، شنو تنجم تكون؟ كيس كي بو يافوار ديغيغ سا؟ احنا اون ايو ديجا انت بيدك تتفكر دفعنا كحكايه ليزيستيغاتيف هكا هكا. اسمع ما نعرفش يا بروبليم دو بارانويا في البلاد هذه، ما نفهمش حاجات تبدا تقدم باقي لوجه كيفاش نوقفوها. داير الجمعيه هذه موجوده، انا علاش عملنا البيان راهو؟ خاطر فما دي جورناليست كلموني يحبوا يستفسروا، ما كانش احنا ما نعطيوش اهميه. انا كي رينا الناس تولي تنشد وتستفسر قلنا خلينا نخرجوا بيان كمان توضيح. الجمعيه اللي تقول في كلام معناها غلط ومغالطات مسموعه، دونك خلينا نصحوا الواحد تاعنا. دونك صارت لنا احنا قبل نعملوا اسي تيغاتيك سي بوبليكاسيون في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين، يجي واحد يقول لك لا انت عامل هكا وقانون وما قانون سو كي ني با فغي. هذه كيف كيف هذه ايش تقول؟ تقول لك لا يلزم باستور ما عادش يستعمل من هذا وما عادش يصنع الامطار، شكون باش يصنع؟ معناها يا دي كوت بيزار اشاك فوا كي يا كيلكو شوز اللي فيها تقدم وفيها حاجات جديده وفيها معناها فيزيبيليتي عالميا، نجي واحنا نلقاو حاجه نقولوا لا هذيك لازمها تاخذ لازمها تعمل. باش ترفعوا قضيه بالمنظمه هذيا بروفيسور لوزي؟ والله يرضي. انا من الاول مشيت حتى قلت لازم نربحوا كل شيء. بون كلمت المراه البارح على خاطر انا بعد بجيت الجورناليست البارح قالت لي راهي نزلت كلمتني توا وهي كانت تحكي معها الجورناليست طلبتني انا باش نعطي الرد اكسترا.
عطاتني نورها كلمتها جونتيمون قلت لها راه انا خلال الفجري انت قلت هكا راه عيب وماشيش وكل شيء قالت لي لا خاطر احنا عندنا وما عندنا كل شيء انا سكو جو فيغ طلب غير من ليكيب نتاعي نثبتوا دابور سي اللي تقال il y a une mauvaise intention والا سي سهو ولا غلطه ولا mauvaise information كان حاجه غلطه وموفيز انفورماسيون انا قال احنا صلحنا ووقعوا مي سي ليا الموفيز انتونسيون ولا حاجه نتاع تحيد ولا نلقاو اللي تقول هكا بيزار واضح سي تري كلير وبينكم واضح بروفيسور لوزير وجاي بالعربيه والفرنسيه وجاي في وقته الحقيقه باش الامور تتحط في اطارها فقط اذا نقطه نختموا بها وانا خاطر نعرف برشا عائلات اتصلوا بنا سو فامو فيروس اللي يجي من البحر صحيح ولا مش صحيح الحكايه والله honnêtement ما نستديش بيه انا جو ميكسكوز معناها الا كان انت ما في بالكش سي كو هذه حاجه مش موجوده ويمكن الناس تاول و ايز انتربريت و يجي ان فيروس صيفي نتاع مرض صيفي يمكن يقولوا هذا من البحر معناتها كما نقول هو ما يجيش فيروس معناها من البحر الفيروس يسمي توجور d'un vivant à un vivant. Voilà, c'est clair, c'est clair. Voilà, et des mohem nest باش تعرفوا professeur Louzi, ani ma famish virus yji mel bhar. Oumou ala rouihkom. La bactérie yji mel ma, ala khatr tach tqad tعيش barra, le virus il vit toujours dans une cellule. Donc il vit toujours dans un être vivant. Bon, ma naعرفش الحكايه هذه نجمو. هذه قالوها يبدو لي اي خطر يبدو انها جات من طبيب ولا اثنين. انا ما نعرفش اي فوالا هذه المعلومه للناس كي عرفوا اللي انت باش تكون ضيفي اليوم الصباح حبوا يثبتوا منها لانه اطباء قالوا لي سني راهو فما مرض يجي من البحر تو نثبت فيها وتو نقول لك تخي بيان ميرسي بوكو شكرا على تفاعلك بروفيسور لوزير وعلى رحابه صدرك وديما بروفيسور لوزير كل ما نطلبوه في معلومه في توضيح حتى في موضوع كيما هكا يا ماهر تو سويت يتفاعل وانا متاكده اللي باش يثبت وباش يرجع لي في اقرب وقت على حكايه الفيروس هذيا